شايفين هاد الاختراع مع التارتار صوص؟ بطاطا سكالوب وبطاطا ناجت. شوفوا الطريقة. غسلت البطاطا ولا بدي أقشرها. بسم الله. إذا ما عندكم قشارة ننتبه نستعمل السكينة وما ناخد كتير من البطاطا، بس القشر. تركيز مليون وانا بقشر بالبطاطا. ونحطها بمي. وهلا رح اقطع البطاطا دوائر كبيرة. تقريبا كل واحدة 2 سنتي. هاي السماكة ممتازة. بحط البطاطا بالطنجرة. بضيف مي باردة على النار تقريبا 20 دقيقة لتنطبخ مع البطاطا. رح نجهز الصوص. رح احتاج شالوت. تقدر تستعملوا بصل اخضر بصل عادي الموجود عندكم. رح افرمه ناعم. نضيفهم بالبولة. مخلل رح افرمه ناعم. نضيفه بالبولة. بفرم الكيبرز. بضيفه بالبولة. معلقة عصير ليمون كبيرة. معلقة صغيرة دل ناشف. تقدر تستعملوا فرش كمان. مايونيز. تقريبا رح نحتاج نص كوب. شوية زيت زيتون ونخلط. بنضيف رشة ملح بعد ما نخلط ونجربه. نرجع نخلط. هيك التارتار صوص صار جاهز. رح نحطه بالثلاجة ونكمل البطاطا. بطاطا انسلقت عندي 3/4 استوى. صفينا المي. بردناها شوي. رح اضيف كوب طحين. معلقة كبيرة نشا. معلقة صغيرة بودرة ثوم. معلقة صغيرة بابريكا مدخنة. معلقة صغيرة بيكنج باودر. عسل يا عسل يا عسل يا عسل. ملح او ملح زي ما بتحكوها انتو. فلفل اسود. كوب مي باردة. وبنخلط. وهذا القوام اللي بدي اياه للباتر. نغطس البطاطا بالباتر وعالزيت. بصفوا لي هالمنظر. بس والله